أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أول السطر. حلقة اليوم والحلقات القادمة حلقات استثنائية الحقيقة، عندما نتحدث عن لاعب عملاق، لاعب مميز في تاريخ الكرة الكويتية، لاعب عندما تراه تعرف دون أن تسأل من أنت، لاعب قدم الشيء الكثير، أسعدنا سنوات طويلة، لاعب يحمل لقب الأول، أول كابتن لمنتخب الكويت في كأس العالم، أول من حمل كأس أمم آسيا، لاعباً مميزاً كبيراً في مستواه وخلقه. حديثي معه الليلة سيكون مختلف تماماً عن الأحاديث أو اللقاءات السابقة لهذا اللاعب. أسعى جاهداً أن يكون اللاعب سعد الحوطي ضيفاً متميزاً. راح نشوف هذا التقرير ثم نعود من جديد. الكرة الكويتية كانت في مرحلة السبعينات والثمانينات في عز توهجها على المستوى المحلي والدولي، وذلك عبر مجموعة ذهبية من اللاعبين وقائد رياضي محنك وهو الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح. لذا زرع ذلك الجيل الفرح في كل مكان في الكويت الحبيبة. ومن هؤلاء كان الكابتن الذهبي سعد الحوطي الذي أجاد وتألق وأبدع، ذو الشخصية القيادية وأول لاعب خليجي وعربي يحمل كأس أمم آسيا. معه سنتوقف من أول السطر في حديث مختلف تماماً عن أحاديثه السابقة. نود حبتنا من جديد في برنامجكم أول السطر، حياك الله يا أبو محمد. أحييك ولو صار، يعطيك العافية، مشكور على المقدمة، وجزاك الله ألف خير. وأنا دائما لما تطلب مني وبالأحرى تلفزيون الكويت لا يمكنني أقول لا. سعيد جدا في ضيافتكم إن شاء الله وفي استاد نادي الكويت. تستاهل يا أبو محمد. محمد، أنا لن أبدأ سؤالا رياضيا، ولكن سأبدأ سؤالا عن والدتك، تأثيرها في شخصيتك سعد الحوطي في تلك الفترة. واحدة لا شك علامة كبيرة في حياتك. شنو عيد بتشيني من الحين رحمة الله عليه. الله يرحمه ورحمة الله يرحم أمهات الجميع، والله إن شاء الله يطول بعمار الأمهات الموجودين. شوف، الوالدة لها دور كبير في حياتي، دور من أن كنت صغير لما وصلت إلى مستوى المنتخب ترعرعت وكبرت وصرت رجل، وأنا رجل كانت تخاف علي بنفس الوقت حب الأم، لكنها دورها في الحياة أعتقد كل إنسان يفخر فيه في دور أمه. دور والدتي أنا أشعر فيه دور، هي اللي وصلتني إني أكون أنا كابتن منتخب الكويت كأس العالم. لو ما حرصها علي، لو ما متابعتها لي، لو ما حبها وخوفها علي، أنا ما أعتقد إني أنا ممكن أصير. هي مو هي اللي دربتني، ولا هي اللي تبني النادي، ولا هي اللي يمكن تصفق لي، لكن دورها في البيت بالنسبة لي كان أعظم دور. لذلك لا يمكنني أن أنسى كل ما سويته لي والدتي رحمة الله عليها. الله يرحمها. في حياتي بالصغر تخليني ألعب كرة، لكن تخاف علي أني أنا أتأخر لما أرجع البيت. وصلت لي أنا حادثة مرة واحدة، تأخرت رايح النادي العربي يوم كان بيتنا بالمطبة، وصلت المفروض أوصل بيت الساعة 9، وصلت الساعة 12. طبعاً انطقيت ذيك الليلة ورحت سيدة فوق السطح، طبعاً كله فوق السطح، ونمت. لكن هذا الدرس وهذا الطق علمني ألتزم، لأنها أسستني من الصغر يجب أني أنا أعرف النظام وأعرف التعالي وأعرف متى أطلع من البيت ومتى أدخل البيت. انتقلنا إلى الإعدادية، كانت تخاف علي أني فعلاً أني أطلع بروحي، لكن تعرف منهم أصدقائي اللي أطلع معهم، كنا نلعب في نقول إحنا الملاعب الفاضية. وبنفس الوقت يوم دخلت النادي شجعتني مع خالد وخالتي الملة وكانت تتابعني. أكثر شيء فعلاً كان الاهتمام طالعني بالتلفزيون ونصار لما أصيب في الملعب تسمعني، خاصة لما يكون المعلق ويوسف، أي البيت اللي مجهزت لي التمرية،
التمرية عندها شيء أساسي لسعد الحوطي علشان إصابته. أنا ما عندي الإصابات إلا الأنكل الحمد لله، ولا أجريت ولا عملية، لكن كانت هي فعلا على رغم نقول عقليتها، لكن كانت فعلا تعرف شو تسوي لي إياه. ما تبيني مثلا أنا تفاقم علي الإصابة، ما تبيني أتعب، كانت تجهز لي كل وسائل الراحة لما أرجع بعد المباراة شلون أتعامل مع نفسي والتعامل وياي. ثاني يوم الصبح واقفة عند الباب تسألني ها شلونك شوري ولك إذا تأخرت من البيت، ألقاها واقفة عند الباب طل ماكو تلفونات قبل تلفونات الداخلية ماكو الموبايلات، شافتني جيت بدون ما تقول لي أول ما يجي سيارتي هي تروح تدش تطمنك إني أنا رجعت. شفت غد سعد الحوطي بعد وفاته أشياء كثيرة، شنو افتقدت شيء كثير أثر عليك حتى رغم من العمر الآن؟ بالذات الاهتمام والحنان، هذا ما تجده عند أي إنسان، تجده عند أمك فقط. يمكن أبوي كان منفصل الله يرحمه عن والدتي من إحنا الصغر، لكن الوالدة كانت شديد، لكن الوالدة كانت هي منبع الحنان والاهتمام والعطاء ولمة البيت وكيف تتعامل مع 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 الأبناء، كانت عظيمة في كل شيء. رغم أنا لما أقول أنها ما درست، لكنها كانت وقفت أسرة في 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 البيت. أنا أحد يعني أعضاء الأسرة اللي خلتني أوصل كأس العالم وأصير كابتن باهتمامها بمتابعتها بحبها. كل هذه الأمور لا يمكن إني أنا ألخصها في يمكن حتى في ساعتين أو ثلاث. شنو الكلمة اللي افتقدتها يا سعد الحوطي قبل ما توفت كانت تقولها لك دائما؟ يعني في كلمه كانت دائما تقولها لك، دعوه شغله الله يوفقك دائما دائما لما اطلع تقول روح عسى الله يوفقك يا ولد، هذه افتقدت هذه الكلمه اللي فعلا هي تقولها. لكن افتقدت اذيتني سعود تقول لي تعبتني، وفعلا في بدايه البيت نحن نلعب كسرت الجام كله مال نقول احنا الحوش مال البيت انا واخوي صالح، وتبدل وتخانق وساكت. لما شافت هذا اللي يلعب الكره وهو صغير أصبح كابتن منتخب الكويت كأس العالم أو يحمل كأس آسيا كأول لاعب كويتي عربي في قارة آسيا، أعتقد يعني هي دورها لا يمكنني أنساه في حياتي. رحمة الله عليك. الله يرحمه. الله يرحمه ورحمته. هذه الأشياء اللي ذكرتها عن والدتك رحمة الله عليها، طبقت بعض الأشياء على عيالك؟ أخذت منها شيء؟ لما الآن يقول لك والله هذا شغلة ما أخذها من أمي، أنت أخذت شيء من أمك؟ إيه. مثل شنو أخذت؟ حبي لهم، العطف، مع أن موجودة أمهم دكتورة سناء الله إن شاء الله يعطيها الصحة والعافية ومتابعتهم، له دور كبير. أن أنا الفترة اللي كان أعمارهم تقريبا خلينا نقول على 8-9 سنوات خلينا نقول وصلوا العشر، أنا كنت في قطر هناك، لكن ما يمنع أني أنا كنت أروح وأرجع لهم وأتابعهم. ما شاء الله يعني بدراستهم خلصوا وهم الجامعة، ما عندي إلا تقريبا الحين زيادة يعني الصغير في المرحلة المتوسطة، لكن الحمد لله أسأل الله سهلهم دربهم. دائما أني أبيهم يكونون هم مع بعض، وأعتقد هذا أهم شيء. يمكن أنا افتقدت دور الوالد في البيت، لكن هذا ما أحب أني أنا عوضه أني أكون أنا دائما معهم، وحتى الحين أنا يعني دائما ملازمهم في نقول إذا في السفرات أو أنه لما نكون إحنا في البيت متواجدين. بس تدري الحين الأولاد يعني دائما يحبون أهما ينطلقون مع أصدقائهم أكثر شيء، ما نقدر نمنعهم، لكن كثر ما أقدر أني أعلمهم أن يكون أهما منضبطين مع بعض. زوجتك كانت لك سند وعون كثير في 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 حياتي، الله إن شاء الله يحفظها ويعطيها العافية أم محمد، يعني خاصة في الفترة لما أكون متواجد بقطر واروح ساعتي دورات وبطولات ومباريات، اعتقد قامت في ادوار كبيره بالدراسه في توصيلهم للمدارس في التربيه الاهتمام حتى احتياجات البيت، ساعات هي اللي كانت في ذاك الوقت. لما اكون موجود لا والله بالعكس انا متقاعد وهي اعتقد عندها وظيفتها، لكن انا اقوم في بعض الادوار اللي اخفف عليها، لكن لا قامت الله يعطيها الصحه والعافيه واقولها من خلال هذا المنبر تلفزيون الكويت كثر الله خيرك يا محمد، فعلا انك انت اعطيتي يمكن اكثر مسؤوليه اللي عليك، والله يعطيك طول العمر ويحفظ لك عيالك ان شاء الله واهلك. تحبها وايد محمد؟ اكيد اكيد جدا حبيبتي ام محمد والغاليه، مهما يعني تعتقد اني ساعات انا تصير عندي خلاف، لكن تبقى هي
اللي في القلب ولا يمكن تظلم. الله لا يفرجكم ان شاء الله. يسلم عمرك. حبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن الكبير سعد الحوطي في برنامجكم اول السطر. لاعب بلجيكي 11 بيبراتي سعد الحوطي يا عيني. لعبها على طول هتاخذ سعد الحوطي. سعد الحوطي لمايا لبين كيدي وما بين هاردكور. الوالد انسان كد على نفسه طول عمره، كد علينا احنا بعدين، واخر شيء رد الشغله حق جدتي حق عمتي. اسم ابوي وايد كبير، احس بفخر لما اقوله، يعني لما اقول اعرف نفسي حق الناس والله اقول انا يوسف سعد الحوطي، ابوي كابتن منتخب الكويت في كاس العالم. طبعا ابوي ما قصر ولا شيء، وكل اشياء يعني هو يسويها لنا، يعني ما قصر بشيء، ويوديني يعني أي مكان، يوديني معاه قطر أروح الاستديو، يوديني أشوف المعلقين وأشوف المحللين. من المواقف اللي صدق أشياء يعني أعزها بالوالد، إيش كثر كان صدق مفرغ نفسه حق أهل، حق جدتي الله يرحمها، حق عمتي الله يرحمها. نعود أحبتنا من جديد في برنامجكم أول السطر مع الكابتن الكبير سعد الحوطي. سعد الحوطي يلعب في الكويت، صالح الحوطي يلعب في اليرموك، شقيقان هو الأكبر طبعاً، ووالدتك رحمة الله عليها الطالع، شلون تتصرف معاكم؟ قصص فيها هذه على سبيل المثال، يعني شوف دائماً الوالدة تحب ولدها يقلب في مباراته، لكن أذكر إحنا وصلنا للنهائي في مباراتنا مع نادي اليرموك على نهائي كأس الأمير، إحنا لعبنا مع اليرموك. وانا طالع رايح النادي كانت ناديني قالت لي تعال بيك بس اسرك. قلت لها خير يوم. كان يقول لي شوف انتوا فزتوا في الكؤوس كل مره، يا عادي مره خلي اخوك صالح يفوز بالكاس قلب هذا. قلت لها ان شاء الله ما اقدر اقول لها لا، بس بعدين يوم رحنا احنا غلبنا المباراه. طبعا يوم دخلت البيت يعني بودقس قالت لي مبروك، ما تقول لي مبروك، لكن المبروك كانت تمناها حق صالح لأنهم ما يفوزون، هم فازوا يمكن بس ما كان وقتها صالح ما كان يلعب نعم. مع نادي اليرموك، بس يوم احنا وصلنا بس هم فازوا فيها، فاز بس صالح معاهم في المباراة مو معنا احنا في البطولة الثانية امام السالمية. نعم لذلك تتمنى الخير لعيالها، وتدري ان نادي الكويت متفوق على نادي اليرموك، وكانت تتمنى ان احنا تحسب انه بيدي مو بيدي يمه والله بيدي اعطيتك اياه، لا يخالف سمعوني نادي الكويت، بس لا يمكن ساعات انك انت تفرط، هذا كأس الامير واقلى البطولات عندنا، واللي يفوز فيها اعتقد يحظى في السلام على صاحب السمو، واعتقد هذه هي كانت الفرصه الوحيده في ذاك الوقت ان الواحد ممكن انه يسلم ويؤدي التحيه ويصور مع صاحب السمو، واعتقد كانوا كل اللاعبين او كل حتى الرياضيين يتواجدون في هذه البطوله لكي يعني امنيتهم تتحقق في وجود حضره صاحب السمو. بروشيتش اختارك في مباراه ايران، كنت 16 سنه مع لاعبين ذاك الوقت كبار في العمر، جواد خلف لم تخلني الذاكره، محمد المسعود، ابراهيم الخشرم، 16 سنه يا سعد الحوطي وخرجت نجم تلك المباراه، وكانت المباراه في ايران. اي هذه يوم اختارني بروتش يعني شوف ساعات تاتي صدف. بس 16 سنه صغير يا سعيد. ايه انا لعبت صغير عمري 15 سنه لعبت، بس الان ما تحصل يا سعيد. تدري ليش؟ لان الحين اكو مراحل سنيه كثيره، ودائما المدربين والانديه يقول لك هذا اللاعب لا خله في سنه، مرحله سنه لا تصعده مثلا عمره 15 16 لا تصعده الى ال 20 سنه و 23 سنه، وهذا خص مو صحيح اللي قاعد يصير. لاعب فنان نجم موهوب عطى الثقه وقطه بالدرجه الاولى خلى يروح يمشي، لان اذا انت اخرته ممكن تتاخر فرص نجاحه في هذه المسابقات. لذلك المدربين اللي بتلك الفتره لما يجد اللاعب، وكانت عندنا المراحل، عندنا اشبال وعندنا احنا يمكن تحت 20 وعندنا درجه اولى، انا كنت العب اشبال صعدوني عمري 15 الى تحت 20، كنت مواظب على التدريب، اعطي باخلاص، ما انقطع عن التدريب،
اسمع كلام المدرب، اسوي تماريني او ان اللي يطلبه مني المدرب بالتدريب كله 100%، شافني تدس يعني لا يمكن انه يتراجع، خاصه كان ذاك الوقت رحمه الله عليه جاسم الحميضي، وكانوا متفاهمين. يوني قبل مباراتنا مع العربي تقريبا القسم الثاني اللي سجلت فيها هدف راسك، القسم الثاني من بعد بطوله الخليج الاولى اللي بالبحرين، قالوا لي ترى باكر راح تلعب مباراه، انا لعب مباريات يمكن درجه اولى بس مثل هذه المباراه والاولى في حياتك في الدوري عام انك تلعبها امام النادي العربي صاحب الشعبيه والجماهير واللاعبين اللي تفضلت وقلت عنهم الكبار ولاعبي بنادي الكويت، اكيد ما تنام ليلتها. انا يوم رحت المدرسه وقلت حق هناك ربع كان ناظرنا دخيل عسوسي وكان فيصل جزاف معانا وكانوا اصدقاء، استغربوا اني انا بهالسر راح العب هالمباراه كابتن، وعرفوا وهم افرحوا ان استانسوا. تخاف كابتن سجلت جول عليهم يا كابتن؟ رحنا براسك. نعم رحنا هذه المباراه، لعبت هذه المباراه لعبتها، كانوا مسانديني لاعبين كبار ابراهيم خشرم بس بالراس كابتن. انا اقول لك شو بالراس، بس هذه المباراه ما لعبتها مني والدرب، لعبتها بدعم، بدعم لاعبين، بتشجيع لاعبي الفريق الاخر. شلون يجي الجول؟ الجول يجيك بتوفيق من رب العالمين مو من احد، اللي ساعدك فيها ممكن اللاعب. انا شفت خالد العمر جنح صوب صالح عبد الله، انا لاعب وسط الله يرحمه صالح عبد الله، سنتقدم بهذه اللحظه جات الكره بعد دفاعي وحطيتها بقوه، وكان من الحارس كان سمير محمد علي، حارس طويل وحارس من افضل الحراس في الفتره، وفوقه جات تحت العارضه سجلت الهدف، وفعلا انتهت المباراه. لعبنا الشوط الثاني يعني الشوط الاول، انتهت المباراه. انا اعتقد يوم رجعت النادي طبعا ما 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 هللوا لي ربعنا على اساس انه لا يكون اعتماده وهذا اللاعب يصير مغرور طول الجول اي هدوني طبعا روح البيت، خاصة يوم جيتني خطبني عمر النور بعض الإداريين قالوا لي سعود روح البيت لا تقعد عشان ترتاح تنام. بالثانوية شلون عملوا فيه؟ ثاني يوم عادوا المدرسة لما دش قبل المدرسة دش مسجل العربي. احنا كنا لا في المتوسطة متوسطة قصدك في المتوسطة انا بالعدلية زين المتوسطة، لكن فرحة الربع غير يعني. شوف جاي الطابور الصباح وانت مستانس؟ اي اكيد اكيد من الصبح لازم تأتي المدرسه شلون انت مسجل جول على النادي العربي ومو سهل. بس الشيء الزين اني قاعد اقول لك ويجب ان يسمعون الناس، كانوا في رجال في الانديه في كل نادي، مو نادي الكويت والعربي والقادسيه وكاظمه، تروح حق الشباب في رجال، تروح في عيد في طيب شيخ اختلف يا سعد الحوطي؟ هذول الرجال هم اللي اسسوا هذه القاعده من اللاعبين. شيخ اختلف يا سعد الحوطي؟ اختلفوا النوعيه، الناس تغيرت ولا العمل تغير ولا شنو؟ ولا النفوس تغيرت؟ طبيعة الناس، تربية الناس بالسابق، أخلاقياتهم، حبهم لبلدهم لناديهم. أكو ناس تروح الأندية تقعد من الصبح تنظف وتغسل النادي عفوا، ما تطلع إلا المغرب أو بالليل لما يمشون اللاعبين، يمشون حتى الموظفين اللي بالنادي. هذول كانوا عندهم إخلاص لأنديتهم إلى جانب إخلاصهم اللاعبين. تكلم عن موقف حصل مع جاسم الحميد رحمة الله عليه وانت صغير، شنو صار بينكم؟ جاسم من الناس اللي لا يمكن أنسى دوره في حياتي الرياضية، خاصة في بدايتي وبعد ما وصلت واهتمامه فيني. تدري حنا قبل نحب نلعب بالسكة أكثر، أنا جيت النادي ولعبت بالنادي وعجبوا فيني كان نحاش رديت ألعب بالسكة. ها جاسم الحميض في العدلية لعبت ولا في كيف؟ لا طبعا كلا بالعدلية ولا بالشام ياخذني خالد. نعم جاسم الحميض مدير الكرة يتعنى ينخش يم بيتنا بيت الرفاعي ينطرني متى أرد أنا. والله العظيم شوف شخصية جاسم وكان جاسم عضو مجلس إدارة، لكنه قاعد يتعب على لاعب صغير عمره ما وصل يمكن 15 سنة على أساس إنه عارف إن هذا الولد الصغير بيصير لاعب في يوم من الأيام، قاعد يتوقع الشيء هذا قبل لا يصير، لأنه عارفين شنو الموهبة اللي موجودة، وينطرني ويصيدني ذاك اليوم. جاسم شديد ما ياك بطريقة يعني حامية، يعني بطريقة الأب الأخ الكبير اللي قاعد يقنعك شلون ليش
من جاي النادي، احد مأذيك بالنادي ما تبي تلعب، هذا نادي يحبك، الكلام الطيب وعدته. قلت له لا ان شاء الله خلاص. قال لي بس اكيد باكر يجيك الباص، تدري قبل باصات احنا ما عندنا. وفعلا نطرت الباص ورحت النادي، وبعدين استمريت. قام ياخذني رحمه الله عليه احمد سيد هاشم الرفاعي صديقي، كان يلعب بالنادي، كان بيتهم كيفان، يجيني العدليه ياخذني من العدليه ويني وين النادي، ويقطني بعدين العدليه ويرجع بيته. الله يرحمك يا الله يرحمه. كان لعب فتره بسيطه من الفريق الاول. نعم. واستمريت، وبعدين لعبت انا عاد مباراه الدرجه الاولى، واستمريت في طريقي. واهتم طبعا جاسم وعرف، انا عرفت بعدين يعني بعد سنه اختاروني للمنتخب. ما صار لك موقف ثاني معاه؟ جاسم مواقفه تاخرت على التدريب او شيء؟ لا بس خلاص انا ذيك الساعه قبل لعبتنا مع العربي إيه؟ لا استمريت، لا خلاص مشيت. بس دائما كان يتابعني يسال عني ما يخليني، يعني هو استمر معانا تقريبا لل 74 كان بيدير كره. وبعدين نقول احنا يعني ترك، مو ترك النادي، ترك الاداره ويجي مدير ثاني، لكنه موجود بالنادي ويسال عني ويتابعني وامرهم على الديوانيه يعني على طول، وكلامه ما ينزل ولا يصعد بالنسبه لي انا، لان جاسم انا اعرفه ايش كان يحب اللاعبين، ايش كان يهتم فيهم، كان يعطي من وقته، يعطي من ماله، يعطي من امور كثيره. لذلك هو يعتبر احد الاشخاص اللي لهم دور كبير في حياتي انا. شيء حلو ما تنساه. حبتنا في كل مكان فاصل، ثم نعود معكم من جديد مع الكابتن الكبير سعد الحوطي في برنامجكم اول السطر. ما بيخليه يلعبها سعد الحوطي، تروح للجساش بردها مره ثانيه، ترجع في العرض يلعبها جاسم، يعني بياخذها في عرض الملعب يلعبها شعيب، شعيب يريح شويه بيطول جدا لفتره جميل فتره جربها فتره جميل جول 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 سعد من البدايات الحقيقة كان عنده يعني لمحة في 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 مستواه، لما كنا نلعب وكنا يعني تقريبا شبه يومي، وخلالها هو كان أيضا منتمي بداية لنادي الكويت. سعد الحوطي رجل وكابتن من الطراز الأول، داخل الملعب هادي، يوجه اللاعبين بهدوء في أصعب الحالات عندما يكون الفريق مقلوب أو في ضغط جماهيري علينا، خصوصاً لما نلعب برا. ذكر حقيقة أول مباراة لعبها سعد الحوطي كانت مع نادي العربي الرياضي، وأتذكر كنا قاعدين بالليل عند الدكان جاي من النادي ومن التمرين، وقاعد يسولف لنا عن مباراة باكر مع العربي، وأن الفريق العربي فريق يعني طبعاً فريق قوي، فريق فيه نجوم. سعد مثال داخل الملعب، الكل يحترمه، الكل يعزه، من مدرب، من إداري، من جمهور. نعود احبتنا من جديد في برنامجكم اول سطر مع الكابتن الكبير سعد الحوطي. سعد الحوطي احنا في ما شاء الله تاريخ كبير ومشرف، لكن ما حكينا عن لعبه ايران لما لعبتوا انت صغير. هذه اول مباراه انا اشارك فيها على مستوى المنتخب الوطني الكويتي خارج الكويت. هذه كانت لها قصه، بس هذه عشان اوضح سعد المشاهدين، هذه كتبت الصحافه انا ذاك انك نجم المباراه. والله احنا ما ادري للتذكير، للتذكير فقط، ويمكن بعد ما نقرا الصحف، وخاصه يمكن الصحف الايرانيه كاتبه، لكن انا اقول لك شنو الحادثه. تفضل. هي قبل لا نروح بيومين اصيب ابراهيم دهيم الكابتن كيف يسلم عليه، ومنو الحين يلعب مكانه؟ روتش. جاي اقول سعد قبل قرار مفاجئ يا كابتن، صغير 16 سنه يعني. لكن انا قاعد اقول لك هذين المدربين يعتمدون على عطاء اللاعب، على جدية اللاعب، على إخلاص اللاعب، التزام اللاعب. هذا اللاعب محافظ على نفسه، مو محافظ على نفسه، يعرفونه ياكل بهالوقت. كل هذه أمور
هذول المدربين يميزون اللاعب عن الاخر. شافوني انا فاجئك يا كابتن، تفاجئك خفت ارتبك كل عادي الامور طبيعي عندك. انا ما اقدر ارجع لك عقب هالفتره هذه من احنا نقول لك 71 او 72 المباراه ما اتذكر، الله من لكن اتذكر ما ارد انا لما يقول لي واحد تبي تلعب ما اقول له لا ما لا ولا ما حصل معه لا على طول وصلنا. شنو مهمتك كانت؟ ايش كان يبي منك؟ اني انا العب طبعا ادي دوري في خط الدفاع. كنت انا كان معي جواد عاشور، كان معي فاروق ابراهيم رحمه الله على فاروق، ويانا لاعبين كبار يعني مباراه مي سهله. انت امام منتخب ايران من افضل المنتخبات. بس كابتن اول مره تلعب ضد الجمهور هذا، حضور هذا الجمهور ربما ما لعبت. هو شوف يعني ما تقدر تقارن الحين في جمهور ملعب اريا مهر، لكن كان في ملعب الامجديه. ملعب الامجديه انا بعتقد من الملاعب اللي هم يعتمدون عليه في مبارياتهم على مستوى المنتخب. لعبت هذه المباراه، لعبتها ادي دوري يعني. انت الحين من بس عندك كابتن ثقه كبيره 16 سنه وتلعب في ايران اول مباراه دوليه، ترى مو اي لاعب يقدر يعني. لان اللاعب المهم وياك الاداره بعز المخرج ادري، بس هذه نوع من الثقه ايضا في نفسك. اي هذه اكو ثقه، انا الحمد لله عندي ثقه. الثقه هذه قلت لك في البدايه امي رحمه الله عليها دائما هي تعطيني هذه الثقه وتقول لي انت ريال واطلع وارجع يعني واعتمد على نفسي في امور كثيره. شيء طيب. لذلك ينعكس عليك في الملعب، ينعكس عليك لما انت تأدي ومدرب يقول لك انت تلعب كذي والعب بقوه ويشجعك، هني الثقه. وهذا اللي عندنا نبيه حق لاعبينا للامانه. الحين مدرب يبث فيه الثقه، مو بس يدربه ويطلع عنه التدريب، مو بس انك تعطيه كرتين وسوي الطريقه هذه وروح. التدريب شامل شامل من الجانب المعنوي الفكري الذهني، امور كثيره. انك انت لما توقف مع اللاعب تغرس فيه هذه الامور، تدش قرص فيني الثقه، قرص فيني الجديه، قرص فيني عدم اني اخاف لو يلعب قدامي منه. انا ادي اللي علي، قدرت عليه قدرت عليه، ما قدرت عليه هذا موضوع ثاني، عاد هو وموهبته ومستواه يتصرف. انا اذكر كيجن بهالملعب طحت وانا بالارض، كان في منتخب الخليج، الكره رفعتها فوق وقمت اخذتها ومشيت عنه، وموجوده المباراه مو موجوده، وغيره وغيره. ليش؟ اكو ثقه. انا ما اقول الحين هذه كانت ربنا عيام من الصغر، لعبت المباراه هذه ونجحت فيها والحمد لله. شياني من اللي ياني عقب المباراه من الصغر؟ ياني كابتن منتخب الايراني كان يعطيني شاكليت، قال لي هذا من الايران، هذا حقك انت تاخذه. ليش؟ ليش اعطاني اياه؟ ليش؟ انا ما ادري. اعطاني اياه بعدين اللي انا فهمت اني اديت دور بالملعب. انا ما ادري عن نفسي، انا اتحرك لاني انا لعبت لاني صغير، كان الحين انا بالنسبه حقه واحد من الروضه، لاعب منتخب كبير طبعا. كابتن ايران مو شويه، اعطاني الشاكليت شكرا على هذا الاداء، هذه هديته. بس انا ما ادري اكون والله كان خشيت الشاكليت، بس ما نعرف ذيك الفتره. بس يكفي هذه الاشاده منه، والاشاده من ربعي، اشاده من مدربيني، اشاده من الصحافه اللي تكلم. انا ما انظر لها الامور هذه كلها، لكن بعدين فهمتها شنو معناها وشنو ايه. لما الحين لاعب صغير احنا اني ونحسس انه سوى شيء، لكن بنفس الوقت بالجانب الاخر لا تخليه يروح في الدرب اللي مو زين، لا تقول انك وصلت، لا تقول انه خلاص انت تحقق اللي تبيه، لا بعد طريق طويل. انا هذه ب 72 وما غبت عن منتخب الكويت الا للاصابه او لظرف يمكن تكلم عنه بعد شويه. لما وصلت كاس العالم تكلم كونك انت ايضا في كاس امم اسيا في الكويت وغلبت ضد كوريا 3-0 وتفاجئ الجميع بعد المباراه، طلعت فري كل واحد راح بيتهم، شنو قصتها؟ شلون؟ هي بالنسبه حق الكثيرين في كاس اسيا ان شلون طلع المنتخب راح بيته بعد هزيمه، وانت المفروض تهيئ نفسك وتستعد لان اي تعادل او اي خساره تطلع من البطوله خاصه على ارضك. لكن بعد خسارتنا من كوريا احنا ركبنا الباص وكان قاعد يمي شيء كذي، سبحانك يا رب. قلت اتمنى ان اللاعبين يروحون بيوتهم اليوم قاها. قال خلنا اسال كارلوس. راح كارلوس سال كارلوس، احنا بالباص طالعين يعني من صباح السالم للعدليه. اللي فهمته قال له كارلوس انا اتفق معك بس مو الحين، خلنا نوصل عند الاتحاد. اول ما نزل الاتحاد عند الدري وقف الباص، ننزل احنا معسكرنا بالاتحاد. وقفوا تونايت فري
باكر تجون على الغداء، تروحون لبيوتكم تجون باكر. ليش شو الهدف بعد؟ بسألك انت شو الهدف؟ انا شو الهدف؟ ليش انا مع جاسم في غرفه، فلان مع باب غرفه، بنت جابل احنا ضايق خلقنا، كل واحد يحط العتب على الثاني، معاتب او انك ما تحكي. بس لما يطلع انا الهدف انه يطلع الواحد يرتاح، يغير تغيير زين. هاني تغيرنا، انا وين رحت؟ انا ما رحت، انا مو متزوج تلك الفتره مع جاسم، وين رحنا قعدنا؟ يقعد ابن حسين الفارس، هذا يسالك وهذا يسالك، وانت طلعنا اكو شيء طلع منه وسمعنا. واللي غيري متزوج راح حق زوجته، واللي راح حق ربعه، واللي ثاني يوم جايين على الغداء، ما اقول لكم هم مستانسين لان خسرانين، مرتاحين، كل واحد مرتاح ونفسيته زينه، ودشينا التمرين العصر. انت شلتهم من الضغط معناها. بالضبط، وصلت لها ابو نصار. هذا اللي كنا احنا ممكن يقعد يعني في فكرنا وفي في قلوبنا ومضايقين، طلع بليله واحده. ردينا لعبنا اذا ماني غلطان مع قطر. فزنا. اربعنا. وبعدين لعبنا كنا مع ماليزيا. وبعدين طلعنا احنا المركز الثاني. وتقابلنا مع إيران على هالملعب هذا، هني وفزنا عليهم. هني تغيرت أمور كثيرة. لذلك يعني لما يتقبل منك رئيس الوزراء. بس شيء حلو يا كابتن، اسمح لي المقاطعة، شيء حلو أن رئيس الاتحاد يحترم وجهة نظرك كابتن الفريق، شهيد فهد لحمة طيب الله ثراه، كارلوس يحترم وجهة نظرك، هذا شيء طيب صراحة. نعم. وغيره تقديرا لك في هالبطولة أزيدك من الشعر بيت، في أول مباراة باختصرها نزلني ثاني يوم شهيد فهد الأحمد الله يرحمه، الله يرحمه، في وجود محمد جاسم وفي وجود حسين يوسف رحمة الله عليه المشرف، كان بغير كارلوس البرتو، قال لي راح أغيله. قلت ليش محمد تونا حنا بعد تعادل أمام الإمارات؟ لأن الشيخ سعد الله يرحمه الوالد القائد كان داق عليه، قال له شنو هذا الفريق اللي أنت على أرضك متعادل مع منتخب الإمارات وكنا سيئين فيها المباراة ما نزلين. قال شلون؟ ناداني ثاني يوم قال ناداك فهد الأحمد، نزلني الصيف احنا بالاتحاد عشان اوضح اكثر، مشان ناداك فهد الأحمد طيب الله ثراه قال لك يا سعد تعال ابيك. اي نزلت تحت، نزلت طبعا شرح لي، قال لي متصل فيني المتزينين وهذا شلون الفريق كذي قدام العالم، تدري صحافه تكتب تعادلنا مع الامارات 1-1 وانا جايب الجول بعد. صح. قلت له احنا ترى احنا معسكر ومستعدين زين، ومع ان عندنا ناقصين ثلاث اربع سيانة، والله عبد الله معيوف كم لاعب، وعندنا ملاعبين معانا، لكن انا اعتقد كان الاعداد جيد. وقلت له انا حتى قلت له ترى في اغلب بطولات العالم الفرق اللي المستضيفه تتعادل، لان اول مباراه هذه تصير فيها مثل ما نقول احنا بعد الافتتاحيات والامور. قال لي اكيد شيء، والله العظيم قال لي اكيد يعني احنا نفوز بالكاس كذي بمعنى. قلت له انا ما وعدك نفوز بالكاس، بس انا وعدك راح نقدم الافضل. وفعلا لعبنا مباراه وفزنا، وبعدين كان خسر من كوريا. هني عاد رد في الحسابات ردت، هذه العاد احنا طلعنا عرفت، وردينا مره ثانيه، ردينا بجد باجتهاد. وتغير طبعا حارس جاسم بهمن لعب، وعبد النبي يمكن ابعده عرفت. كل هذه أمور أعتقد أعطت الفريق نوع من الدفع المعنوي. بس فيها كابتن سعد الحوطي في احترام لشخصي، يعني هذا نقطة يجب عدم تجاهلها الآن، أن شخص يسألونك وينادونك هذا مناه في احترام لك أنت كلاعب، لك مكانتك كابتن الفريق ربما لا تحدث الآن في الأندية. لا أنا أقول لك يا بكل صراحة، يعني الشهيد فهد الأحمد يعني كلام طيب صراحة قاعد أقول أنت الآن، كانوا يعطون دور كبير وبالذات أنا يعني ككابتن فريق في القياده في خارج نقول احنا ساعات المباريات برا، يعني ياخذ برايي. انا اعتقد كان فعلا ابو احمد رحمه الله عليه، يعني يمكن احنا اختلفنا كل الامانه في فتره يوم احنا يمكننا لاعبين، لكن انا يوم مشيت بالدور الاداري عرفت ان كان يسوي فهد الأحمد كله صح. يعني لما انت ساعات ما تعطي اللاعب كل شيء، استفدت من فهد الأحمد يا سعد وايد، وايد استفدت منه لما دخلت الاداره، قيادته للاعبين، التعامل معاهم بشده، والتعامل معاهم في بعض الامور لا بحنكه، القعده ويا اللاعبين تولد نقول احنا العلاقه والصراحه، تولد كذلك المحبه وعدم الاختلاف. احنا يمكن
صارت لنا مشكلة بالصين إذا تبيني أتكلم عنها. أنا بس أقول لك شغلة بس أبو أحمد أعتقد أحد الرياضيين والقياديين اللي مو متوفرين الحين في بقول لك شغلة بسيطة أنا أذكرها ربما ما حد يعرفها. أنا تذكرنا في بطولة تصفيات كأس العالم مع الشهيد فهد أحمد طيب الله تراكنا مجموعة فقاعد أسولف معاه سؤال فأنا أذكر كلمة قالها ما أنساها ربما هذا يقول لك إياها للمرة الأولى فقاعد أسأل على المنتخب قال منتخب فيه سعد الحوطي لا تخاف عليه يذكرنا ذاك سميني ما قبل مو بنصار جابر قال جابر منتخب فيه سعد الحوطي لا تخاف عليه هذه أنا ما أنساها يعني وهذا أنا موجود وهذه أنا موجود أول فيها مرة أسمعها أول مرة تسمعها وأكيد صادق فيها أنا نعم ما أنا جامل أنا ما أجاملك فيها لكن هذا الموضوع حصل لما يقول رئيس اتحاد مثل فهد الأحمد عندي سعد الحوطي لا تحاتون ترى كلام كبير يا سعد أنا أقول لك ليش كلام كبير يعني هو مو ثقة لا مو أنا شوف أنا يمكن حددك أنا أقصد لك لا إيه أنا كلامك ما قال لك شخص أنا أقول لك يعني أغلب مجموعتنا ملتزمين وقت ما تبيهم وياك على الخط يمشون لو تحتك شنو ما يخافون لذلك أبو أحمد قاعد يعطي مثال في سعد الحوطي ليش يثق فيك وايد أنا هذا سؤال ملتزم وصادق وأقول الحقيقة ما عندي مشكلة حتى لو تجرح اللي قدامي بس ما أذي فيها يعني لأبعد من كذي لما تواجه الناس تكلم وياهم بشفافية أحسن من أنك أنت تكلم من وراهم ويجيهم الحكي لذلك دائما أتكلم مع طبيعة شخصيتك حتى الآن صراحة نعم هذه شخصيتك ما تغيرت شخص الحقيقة يعني مثل ما أقول الشمس ما يغطيها من خلف بس إنه مع الكبر الواحد اكتسب التروي نوعا ما أنك ما تندفع في ساعات في حالات الغضب يجب انك تهدي شويه الى لما تجد الصوره يمكن مغايره نعم راح اتخذ القرار راح ارجع لك حبيتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم من جديد مع كابتن الكبير سعد الحاطي سالم سعيد يحاول يلعبه اللعب لسعد الحوطي اللي حاطه في الجول جول 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 منتخب الكويت جول منتخب الكويت سعد الحوطي بعد ما لعبت له من فيصل الدخيل شايف ضعها جماس وسعد الحوطي حوطي بيلعبها لناصر الغانم ناصر لعبها بينية قريبة جاسم جاسم حل يعطيها فيصل يعطيها قدام فيصل قال فيصل الله حصل وش فيصل دخيل فيصل يلعبها كعديلة يلعبها لور عبدي بيحطها بالجول يحطها بالجول جول قالت كان سعد الحوطي في المعسكرات أخ للجميع كابتن لكن ما يحسسك أنه رئيس الفريق يحسسك كأنه أصغر واحد بالفريق بتواضعه باتصاله بتواصله معانا نجم سعد الحوطي حقيقة من المتميزين واللي طبعا تحمل مسؤول المنتخب الوطني سنوات طويلة وحقق فيه إنجازات أنا أذكر سعد الحوطي ما يمر يوم داخل المعسكر إلا يفتر على الغرف اللاعبين إخوان اللاعبين يتلمس مشاكلهم يتلمس حاجاتهم يفتح وياهم قلبه في كل ما يعانون منه أو يحتاجونه نعود حبتنا من جديد في برنامج كبول السطر مع الكابتن الكبير سعد الحوطي كابتن سعد الحوطي في دورة كأس الخليج الثانية كنت صغير أيضا من اللاعبين أيضا أصغر اللاعبين في تلك المرحلة في السعودية كنت شارك في دورة كأس الخليج الثانية أيضا محطة جدا مهمة بالنسبة لي صحيح دورة الخليج في ذاك الوقت كانت ماخذة زخم إعلامي كبير رغم نقول إحنا ما كانت في نقول إحنا النقل مباشر لأن 70 حتى الاستادات ما انبنت كان ملعب المنز رمل لكن كرة القدم لها شعبيتها لها أهميتها خاصة في بداية الفترة نقول احنا الحماس الخليجي والمنافسة الخليجية وكنت صغير أول بطولة وكنت ألعب في قلب الدفاع من كان يمني أبو عبد رحمة الله عليه عبد الله العصفور الله يرحمه وأول مباراة احنا مع المنتخب السعودي
مباراة لها أهميتها، مباراة مي سهلة كبيرة. ومن كان يمي؟ كان يمي النور موسى، النور موسى أطول من أبو عابد وقاعد يأذيني في المباراة وتحرش فيني، يبي ينرفزني خوفي. عاد والله أبو عابد ياله قال لا تقعد تتحرش، ها ترى هذا ناشئ صغير بتي تعال صوبي ياله منك دافع عني. لكنها كانت دولة الخليج رغم احنا نقول الامكانيات والاعداد لهذه البطوله لكن كانت قويه. رغم نقول احنا الفرق اللي موجوده يمكن 5 فرق كانت في تلك البطوله، ومع ذلك كانت حماس، كان جمهوري حضر في المدرجات، حب الكره كان في ذاك الوقت بالخليج يعني بدا ينضج، بدا ياخذ نقول احنا شعبيته الكبيره. انا اعتقد دوره الخليج هذه كان لها دور كبير في حياتي أنا بالذات، إن عرفت شلون تعامل مع أبناء الخليج في المباريات. نعم. لكن تبقى محطة لا يمكن أنساها، حققنا بطولة، وخاصة يعني بالاستقبال كنت رجعت الكويت أنا مع رحمة الله عليه فاروق إبراهيم، لأني كنت في المدرسة بعدها قلت برجع انتظر امتحانات عندنا. ثاني يوم كان يقول لازم ترجع بعد ما حققنا البطولة، انسحب الفريق البحريني اعتقد وصارت نسبة الأهداف، رديت مرة ثانية كان أرجع نفس الطيارة اللي بيستقبلونا فيها، رحت فيها ورديت عليها أنا مع فاروق الله يرحمه، الله يرحمه. وكنا ويانا أحمد الطرابلسي إذا ماني غلطان. عموما من أحلى البطولات رغم نقول إحنا قصر مدتها. إيش قصتك مع القراب في المباراة النهائية لبطولة كأس خليجي 3؟ قراب كان من أفضل اللاعبين في المنتخب السعودي في 1974 دولة الخليج بالكويت في هذا الملعب استاد نادي الكويت اللي أقيم موعد وبسرعة لهذه البطولة، لأن الكويت دائما هي سباقة في أنها تعمل أشياء جديدة، وكان استاد نادي الكويت هو أول استاد ينبني في المنطقة علشان دولة الخليج، كان اهتمام كبير، ويمكن حتى النقل التلفزيوني الملون كان كذلك. الجماهير اعتقد اللي حضرت هالمباراة اللي خارج الملعب يمكن نص اللي داخل، ما ابي اقول اكثر منهم، حط مدرجات ورا الملعب. نعم كانوا بالذات المشجعين السعوديين وحضورهم للمباراة النهائي. الغراب كان من افضل اللاعبين في المنتخب السعودي. وشلون توقف الغراب؟ في تلك الفترة دائما يعتمدون على المان تو مان، ما كان اللعب الجماعي او التحرك للاعب انه يمسكه، لذلك وظفني بروتش في هذه المباراة اني العب مع الغراب مان تو مان، بحيث ان انا ممكن يخسرني الفريق في بعض الادوار لكن ممكن اني انا احد من خطورة لاعب تكون لأدوار كبيرة لصالح فريقه. ولعبت معاه مان تو مان، يعني هو ما طلع شرب ماي برا، كان طلع شرب ماي وياه، لكني قضبته لدرجة انه الحربان قال نتف ريشه، قال سعد الحوطي نتف ريش الغراب اليوم، وهي طبعا مو تنتيف ريش وقطع الكرات انه ما توصل له، لكن يبقى لاعب ولا احترامه في الملعب ولا امكانيته. لكن ذاك اليوم لعبت معاه بتركيز قوي وبذهن صافي، مو اني انا اضربه ولا اتعمد، انا اقطع منه الكره فقط، ما اعطيه مجال انه يتصرف. وانا هذه اسلوبي وطريقتي لما العب مان تو مان، اني ما اعور اللاعبين لان هذا لاعب يلعب ويجب الناس تتمتع وياه، عندي القدره اني اقدر انا اوقفه ما خليته يتحرك. ليش طقك؟ وما طقني، يمكن دزني، يمكن صارت انا شفت اللقطه من قبل لتعمد بس بالجهه الثانيه، يمكن انه ما خليته يلعب. وكيف نرفز هو؟ يمكن انا لاني ما نرفزت هو نرفز، زادت عصبيته علي. لكنه يبقى كلاعب اعتقد من افضل اللاعبين في المنتخب السعودي في تلك الفترة، لذلك نجحت في مهمتي الحمد لله، وقدرت أني أنا في هذه المباراة أعطي مجال أن جماعتي تحركون، محمد الشعيب يتحرك، فاروق إبراهيم يتحرك، فتحي كمين، لكن أنا كان 90% من دوري في الملعب أني أوقف هذا اللاعب، ونجحت الحمد لله. وأعتقد المهمة اللي وكلوني إياها أديتها بكل أمانة. سعد حوط انا ودي ازيد الحكي لكن وقت البرنامج سرقنا، لان الجزء الثاني ان شاء الله معك ان شاء الله. يا اهلا ومرحبا، حياك.
حبتنا في كل مكان ان شاء الله راح يكون جزء ثاني ايضا مع الكابتن سعد الحوطي الاسبوع القادم باذن الله تعالى. حفظ الله هذا الوطن ورمز شعبه من كل مكروه، ادعو الكويت في صلاتكم ان الله يحفظهم كل شر. القاكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى، فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم. مع السلامه. فانيلتك ايش قصتها في دوره كاس الخليج الثالثه؟ وانا رقم 6 قال لي ما عليك انت لعب فيها المباراه وبعدين شكيت لا ابو خالد ما يصير اذا لعبنا فيها خلاص كمل فيها نلتزم بالرقم. يعني هاي رقم 6 سين 6 سين بعد انا اعرف اسمك. وقال لي بعد تبي؟ قلت له ابي 9 انا اخذها حق جاسم. ولا تعجب قلت له ها ايش رايك؟ شوف والله لك على راسي. جاسم ساكت ولا كلمه. كم؟ كان يقول 12500. قلت له العب مع منتخب تو باخذ دوره الخليج ومعنويته وقوته وتجانسه، يعني الحين الامكانيات اللي موجوده عند الانديه ضعف اللي كان عندنا بشكل كبير للامانه. واقولها وللتاريخ عشان باكر لا يقول ما قلتها، نادي الكويت ما اوفوا بحقهم تجاهي